أهلا بكم، اسمي فهيم، وقد أرسلني أستاذ سعيد لأصطحبكم في جولة بمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز. هل أنتم مستعدون؟ بالتأكيد، هيا بنا. عظيم، سنبدأ من المكتبة والتي تقع بالدور التاسع من مبنى المؤسسة. تعد المكتبة من أهم أركان المؤسسة لما تحتوي من مجموعة فريدة من أحدث الكتب والأبحاث في التميز التعليمي والموهبة والابتكار، فهي تمدك بكل الخدمات المعلوماتية التي تساعدك لإتمام دراستك وأبحاثك. ويمكنك تصفح المطبوعات والكتب في ركن القراءة الخاص بالمكتبة أو عن طريق زيارة موقع المكتبة الإلكتروني www.library.ha.ae. وماذا إذا لم أجد ما أبحث عنه؟ تجده في المريخ. كما ترون حولكم، فالمكتبة توفر جميع سبل التعلم والبحث العلمي من خلال الكتب التقليدية والمكتبة الذكية وكذلك خدمة الإنترنت. هذه الإطلالة الرائعة على الخليج العربي مع رشفات من أنواع القهوة الساخنة ستجعل القراءة عميقة وممتعة. رائع جدا. سأترككم لتفقد أركان المكتبة لبعض الوقت، وفور انتهائكم سنواصل جولتنا.